نعم نعم فالآن نعم احنا اليوم في سراي لما نستضيف شخصية بقامة السادة هفاء عادل نبي نسمع، نبي اللي بقلبك اليوم يطلع. احنا في سراي اليوم ترى ما عندنا محظورات، وبالاي تي في ماكو محظورات، صحيح. الكلمة اللي بخاطرك واللي بقلبك واللي قاعد تدقدق ودك تقولينها قوليها واحنا معاك. احنا دائما نقول الزعل مرفوض. لا الحمد لله، لا انتوا ايش تبون؟ انا من ناحيتي احنا قاعدين نسال احنا قاعدين نسال هذا انا نعم احنا قاعدين نسال اليوم على المسارح المسمية في اشخاص. هل اليوم كل واحد ممكن يحط اسمه على مسرح وخلاص انا المسرح هذا باسمي؟ انت اليوم تقبلتيها شفتيها شيء صحي ان انا كذا؟ معنا اليوم نتكلم على ناس كبار جدا قدموا الفن. اليوم ما عندنا مسرح اسمه مسرح سعد الفري، نعم. ما عندنا مسرح اسمه مسرح ابراهيم الصلال، ما عندنا مسرح كان اسمه مسرح خالد النفيسي، نعم. ما عندنا مسرح اسمه علي المفيدي رحمه الله عليه ومن ما توفوا، ماكو مسرح باسم مغانم الصالح. هذول نجوم اسسوا الفن الكويتي، خاصه المسرح، وما عندهم مسرح في اساميهم. نتكلم مو مسرح انه منشاه، لا لا، مسرح فلان يعني فرقه تتبع من الفنانين، جروب جروب. اي هذا اللي حاصل انه كله جروب الان قاعد يصير، فيسمون في اسم الشخص هو نفس الممثل. نعم حقهم يسمون هالشيء اليوم، هو طبيعي يعني ممكن انه يكون حقهم، بس خلي يقدمون يعني يقدمون عمل يليق في المسرح الكويتي. خلي يسمي مسرح مثلا طارق العلي، اوكي هذا مسرح طارق العلي، بس طارق العلي شنو اللي يقدمه؟ ابي اشوف شنو اللي يقدمه طارق العلي. البلام اسمه، نشوف شنو يقدم البلام. حضرتي لهم مسرحيات؟ لا مع الاسف. سمعتي؟ سمعت وشفت بالتلفزيون، يعني ما حضرت المسرحيه نفسها لايف. لا لا اليوتيوب. اقتنعتي بمسرحهم؟ يعطيهم العافيه. ما تبي تقول اللي في قلبها مثل ما اتفقنا من الشهر. يعطيهم العافيه. بس البلام ممثل جيد ومسرحه حلو مصقر اليوم.